النهارده انا بقول الكلام ده عشان هقول لكم دلوقتي الجديد بالنسبه للحكم الكرواتي ايفان بيبيك. الحكم دخل قائمه الدوليه وهو 26 سنه وبدا التحكيم 23 سنه. هو مش من حكام النخبه في اوروبا، كنت اتمنى من لجنه التحكيم في اتحاد الكوره او في اللجنه الخماسيه. النهارده عندنا حكام نخبه سواء في الدوري الايطالي او في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي. كنت اتمنى يتم مخاطبه هذه الاتحادات علشان نجيب حكام درجه اولى، خاصه ان الدوريات الكبرى في اوروبا متوقفه وايضا الدوري الالماني، فكن من الممكن ان احنا نجيب حكم نخبه. الجديد بقى اللي هتسمعوه مننا، واتمنى النهارده يعني فريق الاعداد يتواصل مع حد من اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره ويقول لنا الكلام اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط. الحكم الكرواتي المرافق ليه من اتحاد الكره هو شغال في العلاقات العامه في اتحاد الكره الحاج شعبان بسطاوي. الحاج شعبان بسطاوي انا على المستوى الشخصي اعرفه، شخصيات المحترمه جدا. طيب ايه المشكله؟ الحاج شعبان بسطاوي ابنه الاستاذ احمد شعبان او الكابتن احمد شعبان هو المترجم الخاص لكارتيرون المدير الفني نادي الزمالك. هل النهارده اللجنه الخماسيه وهي بتعين مرافق للحكام ما خدتش بالها من النقطه دي؟ لازم الامور تبقى واضحه، لازم الامور تبقى واضحه علشان ما يبقاش في لغط وعلشان ما يبقاش في كلام وعشان نبعد عن القال والقيل. كان من الاولى تعيين مراقب للحكام غير الحاج شعبان بسطاوي والد الكابتن احمد شعبان المترجم الخاص لكارتيرون. خلي بالكم من النقطه دي، واتمنى فريق الاعداد استاذ محمود شوقي تشوف لنا حد من اللجنه الخماسيه ومن اتحاد الكره يعقبنا على الكلام ده، يقول لنا اذا كنا احنا صح ولا غلط في النقطه دي.